السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. حياكم الله. وسط حالة من الجدل أثارها مشروع إقرار قانون الخدمة المدنية، والذي يعدل شمو أو يعدل بدوره سلم رواتب الموظفين بالوقت الذي يرى المراقبون ضرورة أن يكون الحد الأدنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، تحقيقا للعدالة بين موظفي جميع الوزارات. لكن بحسب التصاريح أن هنالك بعض الوزارات ترفض شمولها بالتعديل وتخفيض رواتب موظفيها تحت ذريعة قوانينها الخاصة بتلك الوزارة. وفي هاي الحالة يرى المتابعون أن هذا الاستثناء لم يغير من واقع الرواتب شيئا إذا استمر هذه التفاصيل استمرت بين الوزارات. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة، حيث أشرت تحركات العراق الخارجية خلال الأشهر الأخيرة نحو دبلوماسية الشراكة والتعاون الاقتصادي النابع من حراجة احتياجه الحالية والمستقبلية ودوره المحوري. طريق التنمية واحد من أهم المشاريع اللي تحقق المنفعة للعراق والعالم، فضلا عن كونه أولوية محلية ومركز هذه المنطقة الواسعة والربط البري بين آسيا وأفريقيا والترابط بين برامج الحزام والطريق اللي يحتاج خدمة طويلة الأمد، ووضع وإقرار تفاصيل رؤيته والخطط والإجراءات التنفيذية لكونه مشروعا يتصف بالشمولية. إذن حصادنا لهذه الليلة مشاهدي الأحبة راح نتحدث عن كل هذه التفاصيل وناقشها مع ضيوفنا الكرام. تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. خيار توحيد التسوية بين رواتب الموظفين مطروحا على طاولة المؤيدين والمعارضين وهذا الجدل الدائر في الأروقة السياسية والاقتصادية بل وحتى الاجتماعية، لما لهذا الموضوع لهذا القرار من نتائج إيجابية تلقي بظلالها على الواقع المعيشي لدى المواطن في ظل لهيب ارتفاع أسعار السوق. إذن مشاهدي الأحبة نفتح هذا الموضوع، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. مد وجزر يشهده الموقف النيابي حيال إقرار قانون سلم الرواتب بين الرفض والقبول، ليعود مجددا إلى الساحة السياسية بحركات نيابية ومطالبات شعبية لتغيير واقع الموظفين ورفع مستوى الدخل لدى الطبقات المتوسطة منهم مقابل ارتفاع أسعار السوق وصعوبة المعيشة. مع شديد الأسف نرى فوارق فاحشة في الرواتب بين وزارة ووزارة ثانية، ونطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب لا تخلو مسؤوليتهم من سلم الرواتب، كذلك نطالبهم بالإسراع في إقرار سلم الرواتب لإنصاف هذه الشريحة المظلومة. احنا نطالب اليوم من رئيس الوزراء ومن وزير التربية حسن السيد إبراهيم ناوس بتدخل لإنصاف هذه الشريحة المظلومة، ونشد على اللجنة التنسيقية، ونحن من المؤيدين لذلك، وإن شاء الله يوم 1/5 نطالب الحكومة بمظاهرات عارمة إن شاء الله لأخذ حقوقنا. رؤية اقتصادية وقانونية تذهب باتجاه إمكانية تشريع قانون سلم الرواتب دون إضافة عبء على كاهل الدولة، حيث سيجري الاستحداث بالمخصصات المالية بين الوزارات كافة وتخفيض نسبتها للمناصب العليا، وبالتالي إنصاف الموظفين والتسوية بينهم. أعتقد أنه تعديل سلم الرواتب سوف يرفع رواتب الطبقات الدنيا من الموظفين، وهذا سوف يساهم بزيادة الإنفاق وحركة السوق، ويخرج العراق من حالة الركود الاقتصادي بسبب أن ذوي الدخول المحدودة ميلهم الحدي للاستهلاك يكون أعلى من ذوي الدخول العالية، تكون هناك حركة وانتعاش اقتصادي بالسوق عند تطبيق سلم الرواتب الجديد. فصيغة القرار يجب أن تتمحور حول تدوير نسب المخصصات بين الوزارات، هذه إحدى المقترحات التي يطرحها المراقبون والتي تضمن للموظفين التسوية بينهم وتحقيق الزيادة للرواتب المتدنية ضمن أطر المخصصات المالية المتاحة دون التأثير على ميزانية الدولة. بين الرفض والجدل يتقلب قرار سلم الرواتب، ومطالبات واسعة لشريحة كبيرة من الموظفين لتطبيق هذا القرار الذي يعدونه إنصافا لهم وتحقيقا للعدالة بينهم. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
حياكم الله مجددا المشاهدي الأحبة، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي للرئيس مجلس الوزراء، ينضم معي بصوت وصورة مباشرة من بغداد، حياكم الله دكتور. وضيفا كريما في الاستوديو الأستاذ منتظر المياحي عضو اللجنة التنسيقية لموظفي العراق، حياكم الله ضيوفا كرام. أبدأ مع حضرتك دكتور مظهر، يعني سلم الرواتب هذا الموضوع القديم الجديد، ويعني حسب الرصد الإعلامي أنه يظهر كلما كانت هنالك فترة انتخابات قريبة، يكون هنالك عزف على مشاعر الموظفين لاستمالات قد تكون عاطفية أو تخويفية أو حتى يعني عقلية لقربهم أو بعدهم من المشهد السياسي. هالسنة الحديث الدائر عن سلم الرواتب مدى واقعيته وواقعية تطبيقه من وجهة نظر حضرتك؟ يعطي إعانة أو يعطي غلاء معيشة أو تعديل الدرجات القليلة دون المساس بالدرجات الكبيرة أو بالأوضاع القائمة. هذا اتجاه، وهذا اتجاه توفيقي أعتبره أني، حتى يبعد المشكلة من تعقيدات كثيرة زرعت في قوانين وتشريعات كثيرة. اليوم احنا اشكال الرواتب اكو بسبب تشريعات مختلفة، يعني فرضتها الظروف بعد 2003 لا سيما، هذا اللي ياخذ راتبين ثلاثة، هذا اللي ياخذ مخصصات شكل عن زميله بوزارة أخرى، قضية متفاوتة كبيرة. هذا الاتجاه التوفيقي يود أن ينصف صغار الموظفين، هذا اتجاه سائد. اكو اتجاه راديكالي كلش، يعني اللي اعتبره هو لا يريد يخلي حدود للتدرجات الوظيفة بين أكبر وظيفة وأعلى وظيفة بالعراق، يعني من الموظف البسيط إلى رأس الدولة خلينا نقول بتدرجات معقوله. شباب علوا النصف بالاستديو صغار الموظفين، هذا انا اسميه اتجاه راديكالي. بس هذا الاخير طبعا يحتاج لتوافق سياسي كبير، يحتاج لمناخ سياسي وانسجام كبير، لان الحقيقه نعم. فلذلك يعني انا اعتقد هو من الصعب ان يتحقق يعني، لكن الاسهل هو في تقديري هو انصاف الدرجات الصغيره والمتقاعدين ايضا، صغار المتقاعدين او الدرجات القليله او المدخولات المتقاعدين. انا اعتقد ربما يعني ربما تنصف الشرائح الضعيفه من الموظفين والمتقاعدين في النهايه، يعني وهو الطريق الاسهل. ويبقى موضوع تهيكله الرواتب الكبيره، هذا موضوع سياسي كبير انا اعتقد. طيب دكتور، هنا عندنا قضيه يعني وجهه نظري، نتذكر في الحكومه السابقه عندما كان هنالك مشروع لإحالة الموظفين دون السن القانونية وتقليل سن التقاعد وإحالتهم للتقاعد حتى درجتهم الوظيفية تحذف وتستحدث درجتين ثلاثة في بدل عنها حتى نستوعب أعداد الخريجين، حيلت آلاف الحالات إلى التقاعد ولكن ما تم هذا المشروع وما كان أكو توظيف.
احنا نخاف من قضية انه هذا سلم الرواتب يكون بتوحيد وبالتالي خفض دون ويبقى يعني سعر السوق يبقى مرتفعا وهنالك خفض للرواتب. هنا هي في قضية المواطن يتحسسها. هو فعلا هو هناك تحسسات، لذلك الحقيقة الاتجاه السائد خلنا نقول التوفيقي هو انه يمنح الصغار الموظفين علاوات يعني إضافية لتعديل أوضاعهم المعاشية، وأنا أتصور هذا الأسهل يعني هو الأسلوب الأسهل تماما يعني. نعم. طيب أستاذ منتظر جودة رحاب بحضرتك، يشير السيد المستشار إلى عدة مسارات، ولكن كموظفي العراق يعني أكو التباين الوظيفي التباين الطبقي بدأ واضحا بين وزارة ووزارة، وهذا ما فتح شهية الموظفين للنقل، حتى تم إيقاف النقل بين الوزارات الأعلى والوزارات الأوطى، أصبحت إيش تصنيفات عندنا. لما نتحدث عن سلم الرواتب أين تتجه أنظار الموظفين؟ بداية حياك الله أستاذ العزيز وشكرا جزيلا لك على الاستضافة. أنا اليوم راح أتكلم لك بلسان حال الموظف العراقي بصورة عامة بعيدا عن المواقع وغير أمور. اليوم سلم الرواتب في كل دول العالم وفي كل الدول اللي موجودة سنوات أو كل 6 سنوات لازم سلم الرواتب تكون هناك مراجعة لسلم الرواتب حسب التضخم اللي موجود بالدولة، لكن هذا ما افتقدناه في دولتنا العراقية الكريمة. هاي نقطة. إضافة إلى النقطة الثانية، حكومتنا أمام مسألة مصيرية ومهمة جدا وهي تعديل رواتب الموظفين، لأن هناك فوارق جدا كبيرة والله العظيم وصلت هاي الفوارق بالموظفين، يعني انه اكو موظفين بدل الموظفين اللي وياي يصدقون علي، وهذا ما لا نقبل به. شكلت لجنة الامر الديواني 24 قبل سنتين تقريبا، وسنتين يعني اذا تريد تخترع لك مركبه فضائيه بينا تكمل، لكن هذا سلم الرواتب اصبح مشكله. ما نعرف شنو، هل هو دعايه انتخابيه او هو مماطلات سياسيه، لكن الواقع راح يكون ان شاء الله في قادم الايام. لذلك الدولة الآن أمام مسألة مصيرية أمام الموظفين، لا نقبل جدا بالحلول الترقيعية اللي هي يعني تنطيني 50% تنطيني 30%. اليوم الواقع يحكم، الشارع يحكم، المي بفلوس، السيارة بفلوس، الطلعة بفلوس، وانت تعطيني راتب 300 ألف، ما أعرف ليش. المشكلة وين؟ المشكلة دائما من يوصل الموضوع إلى الموظف العراقي أو المواطن العراقي، دائما تلقى هناك مماطلات وهناك لازم خبراء ولجنة خبراء ولجنة اقتصاديين والموضوع يروح ويجي، لكن من يوصل الموضوع إلى يخص الدولة العراقية تلقى خلال يومين ينقر هذا الموضوع. لذلك الآن دولتنا العراقية الكريمة أمام مسألة مصيرية وهي الوقوف مع الموظفين بتعديل رواتبهم، لأن مو من العدل موظف في وزارة أخرى يستلم راتب 2.75 مليون ومليونين ونص، وموظف في وزارة يستلم 300 ألف. وواقعنا احنا تعرفون هسه الآجارات والواقع المعيشي جدا صعب. هسه أقل بيت إذا تريد تأجر لك بيت هو 400 ألف إلى 500 ألف، زين هذا كيف راح يعيش عائلته؟ كيف راح يقاوم هاي الحياة؟ راح يتجه للرشوة، راح يتجه أنه اصلا راح يدمر الاقتصاد بالشارع. انت تعرف اليوم اغلب الموظفين يشتغلون خارج الدوام الرسمي، لذلك اثروا حتى على الناس اللي ما عندهم شهايد واللي ما عندهم فرص عمل. لذلك الان الدوله يجب ان تجد حل نهائي وليس حل ترقيعي، لان العراقيون متساوون بالحقوق امام القانون. مو من العدل يا دولتنا الكريمه انه تعطي موظف 2.5 مليون وتعطي موظف 300 ألف. لذلك انا اوجه رسالتي من خلال قناتكم الكريمه للسيد رئيس الوزراء، عندما كان السيد رئيس الوزراء نائب كان دائما وأول المتكلمين عن موضوع سلم الرواتب. لماذا الآن أصبحت الأمور لازم لجنة خبراء ولجنة اقتصاديين؟ لذلك أن يتم النظر بهذا الموضوع، لأن الموظفين مقبلين على خطوات جدا صعبة والله العظيم، خطوات تصل للإضراب. وراح إن شاء الله هسه من خلال قناتكم الكريمة راح تطلعون على بعض الأمور، لأن الموظفين متجهين إلى تظاهرات كبرى وإضراب عن الدوام في 1/5. أستاذ منتظر، الدكتور منتظر محمد صالح يشير إلى مسالك للحلول تبدو أنها أسهل بكثير
واقعية. هذه بدل المراجعة يقول بأنه هنالك مخصصات غلاء معيشة على سبيل المثال، من الممكن أن ترفع من المستوى المعاشي للموظفين قليلي الرواتب، بالتالي هذه الحلول يعني هل تسد حاجة الموظف أم أنه يبقى أنه عينه على قضية العدالة والمساواة وفيها جدل كبير؟ أستاذ العزيز، هذه الحلول هي حلول ترقيعية. اليوم هو ايش قد راتب الموظف حتى تريد تعطيه 50% اللي هي تحسين المعيشة؟ يعني بعض الرواتب للموظفين هي 300,000 إلى 200,000، أنت من تعطيني 100,000 وأنا شو أسوي بها 100,000؟ شريد أسوي بها على هذا واقعنا المر، المعيشة الصعب. يعني موظف يدق من الصبح لليل يشتغل وتعب وبالشارع ويقدم جهد ومتعرض للخطورة ومتعرض للأمراض ومتعرض للاعتداءات، أنا أنطيه 100,000؟ أنا أوجه سؤالي والله العظيم، أنا هذا السؤال ضال بقلبي فأوجهها من خلال قناتكم الكريمة حتى لا يبقى الداخلي. أي مسؤول بالدولة العراقية إذا ردت أنطيك هاي 300,000 أو هذا الحل الترقيعي اللي هسه حاليا اللي أنتم متوجهين على أساس تريد تسووه وهو راح يرفض يعني من خلال الشارع إن شاء الله، إذا أريد أنطي راتب هذا الموظف البسيط لأبسط مسؤول بالدولة إيش قد راح يكفي؟ أتمنى الإجابة على هذا السؤال. زين دكتور مظهر، يعني قضية الرواتب إذا أردنا نطابق العراق أو نقارن العراق بدول ديمقراطية مجاورة أو بعيدة، سلم الرواتب نعم. يعني بهذا التشكيل بهذا نعم. بهذا النمط هل هو مجزي؟ أكو هنالك يعني آراء دراسات ترى بأن الموظف العراقي يجب أن يكون هنالك مراجعة دورية لسلم الرواتب، وكلش قد هاي المراجعة تكون؟ هو نعم طبعا اكو شيء مسالتين الحقيقه. مساله هو كرامه الانسان وعيشه، هاي قضيه نعم. اساسيه. ومساله ثانيه هو مؤهلاته وانتاجيته ايضا نعم. يعني اكو شيء يعني يسموها الخدمه مالته، قد هو خدمته اولا، وما هي مؤهلاته ايضا، هاي مساله ترى نعم. اساسيه، المؤهلات وطول الخدمه مالته، هاي نقطه اساسيه. هاي قضيه يجب ان تقيم، يعني ايش قد هو عنده خدمه يجب ان يعوض عن خدماته وما هي مؤهلاته. يعني هذا طبيب، هذا مهندس، هذا امي صاير موظف، تختلف. بغض النظر عن هاي لازم تامن الحد الادنى لمعيشه الانسان وكرامه الانسان حسب مستوى المعيشه، يعني الحد الادنى. يعني اذا هو قابل يقبل بوظيفه حكوميه وما عنده مؤهلات صح ما ياخذ راتب عالي، بس لازم توفر له على الاقل الحد الادنى تعيشه بكرامه. يعني هاي مساله اخلاقيه وانسانيه ووطنيه. يعني فلذلك يعني الدوله نظرتها انه تنصف وترفع من حدود الدرجات الدنيا يعني لصغار الموظفين وحتى المتقاعدين. خطيه اكو متقاعدين ميتين اصلا بالشكل هذا، فاكو حلول منطقيه والحقيقه غير جارحه و ممكن تحل بسرعة. أما تعديل الهياكل مال الرواتب هاي قضية سياسية، أحكي للأخ يعني ترى نعم. قوانين أشكال ورنال، كنا ساخذ لك رواتب أكو أشكال القوانين طلعت هاي لازم كلها تلغيها بالحق، من يلغيها بصراحة؟ هاي تحتاج توافق سياسي كبير، أحكيك إياها ليست بالسهولة، هاي ليست بالسهولة. يعني إذا مو القوى السياسية هسه في برنامج قبل ما أجي هنا فقلت له ما تحتاج على سبيل المثال بين قوسين نظرية أبي ذر الغفاري ماكو بالتغيير، وهي يعني تحتاج قوة وصلابة وتضامن كبير. يعني أنا ما أعرف من اللي قرره. نعم. طيب دكتور، يعني مو إذا تكلمنا على سلم الرواتب فالأخ منتظر يشير إلى أنه المساواة أو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ما يشمل فقط سلم الدرجات العشرة، يعني الدرجات الخاصة أيضا إذا شملت، وكان هنالك يعني إجراءات يعني تم الحديث عنها في عدة دورات انتخابية برلمانية، عدة حكومات، بأنه تلغى المخصصات المعينة. هذا السؤال أنا وياك أستاذ، صحيح أنا وياك، هذا صحيح نعم. هذا طبعا هذا إرادة حراك سياسي بصراحة، يعني اللي هم تدري هذول تعييناتهم جاي على حصص حزبيه محاصصات، تعرفنا بلدنا شلون مسبي بهالسوالف هاي. ف
فهاي تحتاج توافق سياسي بصراحة، يعني ليست فنية، ليست قضية اقتصاديين يقعدون يقولوا هي ولا إذا علينا إحنا المسطرة نسويها بنص ساعة، لكن هاي تبس قوانين وتبس كيان سياسي كامل للعراق وليست هين بصراحة. فأني هذه الدعوة متروكة إلى القوى السياسية، هي يجب أن تقعد فيما بينها وتعيد هندسة هذه المسائل. نعم. طيب بلغة الأرقام دكتور مظهر، يعني إذا أسمح، الرواتب المخصصة للنواب للرئاسات الدرجات الخاصة إلى آخره، بلغة الأرقام هاي ايش قد تمثل من مخصصات الميزانية ومخصصات بقية الموظفين؟ هو راح أقول لك شيء واحد، طبعا جزء ما حد يعني يحب هذا الكلام، الفئة الوسطية من الموظفين يعني بيت معاون مدير ومدير ومدير أقدم، نعم، تقريبا هي هاي تشغل ثلثي الرواتب. ما أقول لك ذولاك ما يأخذون يعني الدرجات الخاصة، ذولاك يعني ما تأثر، بس تأثيراتها نسبية داعشية. ما أقول لك أنا، بس المسألة هي تتعلق بالعدالة، بالحقيقة مسألة العدالة أكثر من تأثيراتها المادية، يعني هاي النقطة الأساسية. على أساس واحد يأخذ له فد 20 مليون بالشهر، واحد يأخذ له 200 ألف دينار، بصراحة ما بيها عدالة، يعني على الرأي يعني شنو بده يسوي هذا اللي ياخذ هالقد؟ يعني فلذلك يعني هاي نقطة مسألة العدالة والمساواة بهالمسألة، بس هذا لا يعني ماكو فوارق بين المتخصص والمنتج والموظف البسيط واللي عنده خدمة طويلة واللي عنده خدمة قليلة، هذا السؤال يسموه سلم بهالشكل، لكن داخل هذا السلم للأسف اكو تشوهات كبيرة حدثت خلال 20 سنة الأخيرة. هاي الرادة وقفة، وهاي الوقفة بالحقيقة ليست هينة، هذه وقفة سياسية كبيرة، يعني خلينا نكون صريحين وصادقين، يعني هاي تمس قوانين وأنظمة صدرت خلال السنوات العشرين الأخيرة، وهاي مو قضية فنية، هي قضية سياسية وقانونية. نعم. سأمنتظر يعني هذه المقارنة لما عندكم تنسيقية لموظفي العراق، وبالتالي تريدون أن تكون أكو فت قضية مساواة، هل هي بين الموظفين بيناتهم فقط بالدرجات من الأولى إلى العاشرة، أم أن الموضوع يتجاوز هذه القضية ويصل إلى المقارنة بين الدرجات الخاصة وسلم الرواتب الخاص بالدرجات الوظيفية العشرة؟ بصراحة أستاذ العزيز موضوعنا هو سلم الرواتب الخاص بالموظفين فقط، إحنا اليوم مو مشكلتنا أنه الدولة إذا خفضت أو ما خفضت، هاي مشكلة هي راجعة لها. طيب. لكن سلم رواتب الموظفين لـ 14 وزارة هناك كارثة حقيقية أستاذ العزيز، يعني أكو راتب 170 ألف وأكو راتب يقابله 1,700,000 1,800,000، ما أعرف شنو العدالة الموجودة بنفس الدرجة، يعني شنو العدالة بالموضوع يعني بنفس الدرجة معاون مدير وبنفس الشهادة. بعض المسؤولين تطلع يتكلم عن إنتاجية الموظف وأن الموظف هذا مجتهد وكذا، أستاذ العزيز أكو وزارات والله العظيم إنتاجية الموظف بها تفوق إنتاجية مسؤول كبير بالدولة العراقية، اللي هو يشتغل بمواد خطرة، واللي ينظف في الشارع ومتعرض للأمراض، والمعلم اللي متعرض للاعتداءات والوقفة من الصبح لليل، وحتى العقلية مالته تتعب مرور الزمن، أنا أنطيه هاي 400 ألف و500 ألف وأروح بغير وزارة أنطي بنفس الدرجة وبنفس الشهادة أنطي 2,000,000، هاي مو عدالة. لذلك إحنا أخذنا على مبدأنا وعلى عاتقنا كلجان تنسيقية لكل المحافظات، وأتمنى هاي الرسالة توصل من خلال قناتكم وراح تثبت بالأيام الجاية إن شاء الله، كل المحافظات ستنتفض من البصرة إلى زاخو، والله العظيم 1 آيار 1/5، وتقدرون تشوفون وتتابعون مواقع التواصل الاجتماعي، كل الموظفين راح مستعدين للإضراب والتظاهر بسبب عدم وجود العدالة الاجتماعية. اليوم الحكومة العراقية إذا رادت التظاهر اللي كفل الدستور، يعني حتى لا نكون منصة مروجة حتى لا نكون منصة للترويج أو تحريض على العنف، يعني احنا نحكي على التظاهرات المطلبية، نتحدث عن وفق القانون وما كفل الدستور. أستاذ العزيز أكيد تظاهر سلمي، احنا كموظفين ومثقفين نحن بنات الدولة ونحن دعاة للقانون وليس مخربين، تظاهر سلمي ومطالبات للحكومة العراقية، احنا ما نخرج عن اطار طيب. القانون، لا احنا بنات الدولة. السيد المستشار اسمع حضرتك، احنا نتحدث حتى نحصل مطالبنا، نتحدث عن سلم الرواتب بالدرجات، الدرجة الرابعة مع الدرجة الرابعة بهذه الوزارة وهذه الوزارة، نتحدث عن
ايضا نفس الوزاره بسلم درجاتها. يعني انت مو السيد المستشار يعني فرق بين انه الشخص الخدمه تنحسب بشكل كبير والشهاده تنحسب بشكل كبير، يعني انتم ما عندكم مشكله على هذا السلم، احنا ما عندكم مشكله على الفوارق بين الوزارات، الفوارق بنفس الدرجه. الفوارق استاذ العزيز اليوم انا وضحت لك كلام، قلت لك في وزاره ما الموظف يستلم 400,000 على هذا الوضع المعاشي. نعم. في وزاره اخرى يستلم 2,300,000، زين هذا شلون راح يعيش؟ شلون راح يكمل حياته؟ شلون راح ينمي اطفاله؟ انت جاي تشوف كثره الرشوه شنو اسبابها؟ طيب. هي عدم وجود العداله الاجتماعيه للموظفين، الموظف مرات ياخذ رشوه، مرات يشتغل خارج الدوام، لذلك احنا مطالباتنا واتمنى توصل من خلال استاذ العزيز للحكومه العراقيه تعديل سلم الرواتب بات مطلب شعبي ووطني لكل الموظفين لتحقيق العداله، لتوفير العيش الكريم لهم. والله استاذ منتظر، يعني حسب الدراسات الموظف الفاسد يعني اجل لكم الله، يعني حتى لو زيد راتبه 10 اضعاف اصلا يزيد نسبه فساده بشكل اكبر، اذا كان يقبل ب 50,000 ما يقبل ب 500,000 اذا زيد راتبه، لا هي مو سبب رئيسي للرشوه. ولكن الدكتور مظهر يعني تحدث ويتحدث في الكريم استاذ منتظر انه هذه الفوارق بين الوزارات، احنا حتى بالمصطلح السياسي افرز عندنا وزارات سياديه، وزارات من الدرجه الاولى والثانيه والثالثه حتى باختيار الوزراء، بالتالي اكو وزارات منتجه واكو وزارات غير منتجه. هل من الانصاف ان نساوي بين هذه الوزارات ونوصل الى وزارات تاخذ من التمويل الذاتي، تاخذ من وزاره الماليه، لان حتى تمويلها الذاتي ما يسد رواتب موظفيها؟ صحيح. نعم. لا هو الحقيقة موضوع إنتاجية الموظف خصوصية الدوائر تأخذ بنظر الاعتبار، يعني ما تقدر تسوي اليوم مصدر الكل. لكن بنفس الوقت اللي أنا أيد الأخ منتظر يعني أنه أكو درجات مسحوقة، يعني مسحوقة معاشيا، يعني فإحنا نريد نعطي يعني دعم للموظف بالحد الأدنى اللي هو يساعد مستوى معيشته دون الخلل بسلم من الرواتب حقيقة. اما اكو وزارات بها امتيازات خارج المعقول، هاي يجب ان تراعى ايضا، هم يجب ان يعاد النظر بها. يعني انا ما اعرف وين هم ذولا، يعني سامع طبعا ايضا هم يعاد بها النظر، بس بالحقيقه يجب ان نركز انه الدرجات الوظيفيه الدنيا اصبحت يعني بمستوى مسحوق، وهاي المنهاج الوزاري لدوله السيد رئيس الوزراء ما اخذ بنظر الاعتبار، وكان جزء من الدفاع عن الشريحة الاجتماعية. يعني بالعكس، يعني الحكومة الحالية تعمل على هذا الشيء، لكن الموضوع يحتاج أيضا تشريع في مجلس النواب، ويحتاج لانعكاسات على الموازنة العامة من ناحية فنية، هاي تؤخذ بنظر الاعتبار، لكن أكو إصرار ضميري يعني بهذا الاتجاه. ما أصورك إنسان مواطن سوي يقول لا تزيدون الفقير او تزيد الحد الادنى او ساعد الفئات الصغيره من الموظفين ترفع مستوى معيشتهم، لا يوجد هكذا بشر. يعني بصراحه احنا معاها، يعني كنا معاها، لكن الحلول تحل بشكل يعني لا ضرر ولا ضرار ان شاء الله. نعم. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مظهر محمد صالح المستشار المالي والاقتصادي رئيس مجلس الوزراء، اثريت الحوار في هذا الملف، وشكر كثير لحضورك معنا في الاستوديو الاستاذ منتظر المياحي عضو اللجنه التنسيقيه لموظفي العراق. نتواصل معكم مشاهدي الاحبة في الملف الاخر، نتابع. مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبة، بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ يونس الكعبي المدير العام للشركة العامة لسكك حديد العراق، اهلا ومرحبا بك استاذ يونس، وكذلك ارحب بالدكتور احمد الشبيبي الباحث والاكاديمي، ضيوفا كرام.
أبدأ مع حضرتك أستاذ يونس، نتحدث عن العراق عندما يكون مركزا على الخط الاستراتيجي للمشروع الجديد طريق الحرير، بالتالي وفق أي اعتبارات يمكن اعتبار هذا الطريق بأنه رئة اقتصادية جديدة تنفع العراق؟ هل سيكون نموذج حيوي للربط بين الشرق والغرب؟ وعن أي طريق نتحدث لهذا الربط؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولجمهوركم الكريم وحيا الله الجميع. الحقيقة يعني هذا المشروع أو الطريق التنمية أو ما يسمى سابقا من القناة الجافة مشروع عراقي 100%. يعني نحب نضع بعض النقاط، أنه هذا الفكرة والتصميم واختيار المسارات هي متطلبات عراقية ربما تتطابق مع رؤى عالمية، ربما تتطابق مع اقتصاديات لدول الجوار، ولكن يبقى الأساس هو مشروع العراق في إكمال ميناء الفاو وطريق القناة طريق التنمية التي تربط ميناء الفاو بالحدود التركية مرورا بتسع محافظات عراقية في مسارات جديدة لخط السكة وأيضا لطرق سريعة جديدة. هذا طبعا إنشاء جديد بالكامل، الآن نحن في مرحلة التصاميم لخط السكة الحديد بعد اكتمال دراسات الجدوى الأولية والنهائية. الحقيقة يعني متابعة يوميا من معالي وزير النقل وأيضا دولة رئيس الوزراء ومستشاريه، هناك عدد من المستشارين يتابعون معنا بشكل يومي وأحيانا بالساعات هذا المشروع، لأن هذا المشروع هو حلم عراقي يتحقق، والاسم يدل على المحتوى، هو تنمية يحتاج تنمية شاملة في البلد للمحافظات العراقية. تقريبا معظم المحافظات العراقية تمر بها هذا الطريق، سيكون هناك مدن جديدة، صناعات جديدة، آفاق اقتصادية جديدة، وسائل نقل بصورة أخرى مختلفة تماما عما كان في العراق. يمكن تدخل عند هذه الجزئية أستاذ يونس، خلينا نتوقف وأنتقل للدكتور أحمد الشبيبي، حياك الله مجددا. يتحدث السيد يونس الكعبي عن المحافظات اللي مر بها، وحوالي 12 محافظة راح يمر بها هذا الطريق وصولا إلى الحدود التركية. شنو طبيعة فرص العمل اللي راح يوفرها هذا الطريق لأبناء هذه المحافظات؟ طبيعة الأيدي العاملة اللي راح يتطلبها أيضا؟ شكرا جزيلا، تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم وللمشاهدين. طبعا أكيد الكل متفق على أن طريق التنمية هو في غاية الأهمية، وممكن أن يحقق ميزات اقتصادية عديدة، ممكن أن تندرج في إطار توسيع السوق، وأيضا في تفعيل مشروع ميناء الفاو الكبير في المستقبل إذا ما افترضنا إكماله. أيضا هو محفز أساسي للشركات الاستثمارية لا سيما في مدينة البصرة، التي من الممكن أن تكون أو تتخذ مقرات قرب مشروع الميناء، وهذا بحد ذاته ممكن أن يحفز الحركة التجارية، وبالتالي يخلق فرص عمل عديدة. يعني في هذه الحالة فرص العمل لا يمكن أن تأتي مباشرة بشكل كامل مثلا عن طريق التنمية، ولكن من خلال الحوافز أو من خلال الميزات التي سوف يحققها هذا الطريق، كونه عامل مكمل وطريق مكمل لمشروع ميناء الفاو الكبير. مشروع ميناء الفاو الكبير لا يمكن أن يعد مشروعا محوريا في المستقبل ما لم يكن هناك طريق يرتبط بتركيا ومنه إلى أوروبا، وبالتالي هذا يحفز شركات النقل البحري في التعامل مع الميناء، وبالتالي ارتفاع الحركة المينائية بمعنى زيادة عدد أو حجم البضائع العابرة عبر الميناء، هذا بحد ذاته ممكن أن يشكل علاقات شراكة مثلا مع شركات النقل المحلية في الداخل، وهذا بحد ذاته يخلق فرص عمل في الداخل المحلي، بالإضافة إلى توسيع السوق وخلق حالة من التنافس إذا ما افترضنا إن وجود الميناء في المستقبل سوف يسهم في تفعيل شركات الاستثمار وجذب الاستثمار، وبالتالي هذا ممكن أن يكون يعني حافز مهم لزيادة مستوى التنافس وتوسيع مستوى السوق، بما يسهم في يعني رفع مستوى التنويع الاقتصادي مستقبلا. كل ذلك أيضا مربوط بمستوى السياسات الاقتصادية التي سوف يتم تبنيها. علينا لا ننسى أن هذا المشروع أقصد طريق التنمية يمر بتسعة محافظات عراقية، وهذه يعني نقطة مهمة ممكن أن تحفز
الحركة وتخلق فرص عمل عديدة. أيضا هناك نقطة أخرى تتمثل في تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا وأيضا مع دول الخليج التي ممكن أن تتخذ من مشروع الميناء ممرا مهما إلى تركيا. طيب أستاذ يونس، يعني تخطي هذا المشروع للحواجز الجغرافية، هل نستنتج من هذا من هذه القضية بأن هذه مشاريع مشتركة، هناك تكتلات اقتصادية راح تكون جديدة في المنطقة؟ ونتحدث أيضا عن في جانب آخر عن كلفة هذا المشروع والتقنيات اللي راح تستخدم به. نعم، يعني باختصار هذا المشروع هو الرئة الاقتصادية لميناء الفاو، هذا يعطي هذا الميناء أهمية عالمية كونه أنه سيربط الشرق بالغرب بأقصى طريق مختصر يربط أسواق شرق آسيا بأوروبا ووصولا إلى شمال أوروبا ومعظم المدن الأوروبية، لأن شبكة السكك الأوروبية تقريبا تغطي معظم القارة الأوروبية، وأيضا سيكون ممرا للترانزيت للبضائع النازلة من أوروبا أو تركيا باتجاه دول الخليج مستقبلا. هذا الموضوع من جانب التكامل الاقتصادي، هذا أهمية هذا المشروع أنه يغطي حاجات البلد بنسبة 60% من المنقولات و 40% هي حاجات الدول الأخرى التي يعني ترتفع من هذه القناة عبر تركيا. التكاليف التقديرية حسب الدراسات الجدوى أنه خط السكة بحدود 10.5 مليار دولار، يعني تكاليف الإنشاء مع الوحدات المتحركة، والطريق السريع بحدود 6 إلى 6.5 مليار دولار بممرين سريعين بثلاث ممرات لكل طريق. هذا المشروع ربما تضاف له مشاريع أخرى مستقبلية كما نوه عن ذلك دولة رئيس الوزراء، أنه ممكن نمد الكيبل المحوري للاتصالات الرئيسي بالعراق الصاعد من الخليج باتجاه أوروبا، وأيضا هناك يعني أفكار لمد أنبوب غاز يعني مع بالتوازي مع هذه الطريق، يعني هذا سيكون حزمة اقتصادية متكاملة ومصدر رئيسي من مصادر الدخل العراقي. يعني هذه التكاليف ممكن أن تستغرق رأس المال خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات بالأكثر إذا ما تحقق هذا التكامل الاقتصادي. طبعا هذه القناة تصاعدية بالتزامن مع اكتمال مراحل ميناء الفاو، المرحلة الأولى هي مرحلة 2028 ببدء التشغيل الفعلي لميناء الفاو، تكون طاقة النقل بحدود 3.5 مليون حاوية بالسنة و22 مليون طن بضائع سائبة أو بضائع فل كما يسمى، وطاقة نقل مسافرين بحدود 15 مليون مسافر بالسنة. هذه طاقات كبيرة جدا، ومستويات القطارات ستكون تعمل جميعها بالكهرباء سواء للبضائع والمسافرين، ومستوى يعني الأداء أو مستوى الإشارات والسيطرة بالمستوى الليفل 2 يعني هو المستوى الأوروبي، يعني سيكون مستوى الأداء للسكك العراقية بمستوى أداء السكك الدول الأوروبية بنفس المستوى، حتى لا تكون هناك اختلافات في التعاملات والانتقال من السكك العراقية إلى السكك الأوروبية عبر السكك التركية. هناك تفاهمات مع دولة تركيا حول المستويات التقنية ستعمل بها الشبكة العراقية الجديدة، هذا طبعا سيكون في أحدث تكنولوجيا متواجدة في ذلك الوقت. نصت النصوص التعاقد على أن تجهز القطارات والوحدات المتحركة بسنة التنفيذ، أي عند 2028 ستجهز قطارات حديثة في سنة 2028 وليس في سنة التعاقد، ستكون أحدث ما يمكن من تكنولوجيا. العراق يستحق مثل هذه المكانة الاقتصادية ومثل هذه الرفاهية، ستكون هناك أيضا قطارات مسافرين برفاهية عالية جدا وبسرعة تصل إلى 300 كيلومتر بالساعة، وهذا يحدث لأول مرة بالعراق. الاهتمام من أعلى المستويات بهذا المشروع، مشروع يعني متطور جدا. هذه الإمكانية وطول المسافة لأول مرة يتحقق هكذا مشروع بالعراق، خط سكة بطول 1200 كيلومتر بهذه التقنيات وبهذه الدراسات الجدوى، أيضا سيتمتع ب إمكانية فتح صناعات جديدة على طول طريق التنمية، مفتاح مدن جديدة لأن المسارات هي خارج المدن الحالية. اختارت الدراسات الاستشارية أن تكون المسارات بعيدة عن مراكز المدن حتى نتجنب الازدحامات ونتجنب التعارضات ونتجنب
الأماكن الأثرية، أماكن حقول النفط. كلام سليم في الاعتبار. ولكن يعني هنا دكتور أحمد راح نتحدث عن هذا المشروع اللي كما أوضح أستاذ يونس أنه يتصف بالشمولية، والشمولية الجغرافية نقصد بها كونه عابر للحدود. هنا نتحدث عن طبيعة الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لتعضيد خطة العمل. نحن نرجع للعقدة السياسية، هل سيكون هنالك حراكا فعليا حتى يكون هذا المشروع متكامل من كل الجوانب؟ دكتور أحمد عفوا إذا ممكن تعيد السؤال. نعم. لأن بصراحة أسمع تشويش. نعم دكتور أحمد، يعني هذا المشروع لما يتصف بالشمولية الجغرافية كونه عابر للحدود، شنو طبيعة الحراك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لتعضيد خطة العمل؟ طبعا المشروع أكيد هو بطبيعة الحال سوف يصف بتعزيز العلاقات. تركيا الآن حجم التبادل التجاري مع تركيا بحدود 17 مليار دولار، تركيا تهدف إلى زيادة هذا الحجم بحدود 20 إلى 25 مليار دولار سنويا. هذا ممكن أن يحفز الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ممكن أن يعزز من مستوى العلاقات بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، هذا ممكن أن يكون حافز أساسي لمنافسة الشركات المحلية في الداخل في المستقبل إذا ما افترضنا وجود تحفيز، ولكن هذا مرهون بمستوى أداء السياسة المالية. كيف يمكن للسياسة المالية مثلا أن تحاول يعني جذب هذه الشركات وفي نفس الوقت تحفز شركات الاستثمار المحلي بحيث تكون بعيدة عن مستوى الإغراق ومستوى المنافسة الكبيرة التي تضر بالمنتج والمنتج المحلي في الوقت نفسه. بالمقابل هذا المشروع كما ذكر سوف يحفز أو يطور مستوى العلاقات مع دول الخليج نفسها، بحيث تجعل من مستوى المشروع أو من مشروع الميناء عامل مهم في تعزيز العلاقات، وبالتالي سوف تكون هناك مصالح اقتصادية دولية في العراق بحكم وجود مشروع ميناء الفاو الكبير وقناة التنمية أو القناة الجاهزة. وجود هذه المصالح نقطة في غاية الأهمية، ترفع من دور العراق الاقتصادي في المنطقة، ولكن كل ذلك أكيد مرة أخرى مرهون بمستوى الاستقرار السياسي وبمستوى السياسات المكملة. يعني الآن المشروع تم الاتفاق عليه من أعلى سلم الهرم الإداري في العراق من قبل السيد رئيس الوزراء ومع تركيا، وبالتالي يفترض أن تكون هناك سلسلة وتكملة لما بعد حكومة السوداني في إنجاز هذا المشروع الذي من المقرر أن يكتمل بحدود عام 2029 كإكمال. ولكن ماذا بعد إكمال هذا المشروع؟ أكيد يفترض أن تكون هناك سياسات من شأنها أن تعزز وتحقق الهدف المشروع من هذا من مشروع طريق التنمية، وبالتالي ممكن أن تتحقق فوائد اقتصادية إذا ما تم تفعيل دور السياسات الصحيحة الهادفة، لا سيما في مجال تعزيز طيب. دور الميناء الاقتصادي. نعم. ورفع مستوى الحركه التجاريه. طيب. علينا كل هذه نعم كل هذه المسارات دكتور احمد اذا اسمح لي راح نواجه من خلالها تحديات وجود هذا. نعم. الطريق. طيب. وزياده الحركه التجاريه يعني تفعيل فرص العمل. هناك طيب. دراسات كثيره. طيب دكتور احمد اذا سمحت لي خلينا ننتقل لاستاذ يونس في هذه الدقيقه الاخيره. من السلع تسهم في رفع مستوى. نعم. فرص العمل بحدود 250 فرصات عمل. هذه كلها مسارات إيجابية، ولكن بطبيعة الحال راح تبرز عندنا تحديات أستاذ يونس. شنو أبرز هذه التحديات من خلال دراسة المخططات، دراسات الجدوى، تحديات طبوغرافية الأرض وأيضا الناحية الديموغرافية، الناحية الأمنية، كل هذه راح تبرز لنا تحديات، شلون راح نعالجها؟ نعم يعني طبعا الدراسة شاملة ووافية وكبيرة جدا، يعني دوكيومنت كبيرة جدا أخذت بنظر الاعتبار كل الاعتبارات العلمية والطبوغرافية وأيضا التركيبة السكانية للمناطق سيمر بها الطريق والمشروع، أيضا التحديات الأمنية، تحديات طبوغرافية الأرض، تحديات حتى طبيعة الأجواء وأيضا طبيعة السكان والعشائر التي تسكن في تلك المناطق، ما هي المسارات الأفضل أيضا أخذت بنظر الاعتبار تغيرات الأنواع الجوية وأيضا حركة المياه والأمطار والمناطق الزراعية، تجنب
المناطق الأثرية، مناطق العمليات العسكرية، كل هذه أخذت بنظر الاعتبار بدراسة فنية بحتة بعيدة عن كل التأثيرات الداخلية والخارجية. يعني كل الأمور والاعتبارات التي أخذت بنظر الاعتبار هي الاعتبارات فنية بحتة، ليس لها علاقة لا بهذا الجغرافيا أو لهذه التركيبة السكانية أو القومية أو السياسية، ليس هناك أي اعتبارات. الشركة الاستشارية شركة إيطالية ليس لها علاقة بالواقع السياسي، شركة فنية بحتة. وأيضا تمت بالتشاور يعني مع وزارة النقل وشركة السكك العراقية والموانئ العراقية، الشركات المستفيدة من هذا الطريق. أيضا دخل على الخط دولة رئيس الوزراء وهيئة المستشارين، كانوا عون لنا في هذا الموضوع. الكثير من الأمور والنقاط الاستشارية كانوا لنا مساعدين، ولا زالوا لحد الآن في طور التكامل اليومي في المعلومات والبيانات وما هي المتطلبات لإنجاح هذا المشروع. الحكومة العراقية بهذه التركيبة الوزارية وأيضا برئاسة دولة رئيس الوزراء وبتابعة معالي وزير النقل مصر على إخراج هذا المشروع إلى النور يعني، وبدأنا بالخطوات العملية. اليوم الآن نحن في طور التصاميم لخط السكة الحديد، وأيضا بدأنا بالتفاوض للتعاقد حول تصاميم الطريق السريع. هذا المشروع أخذ يعني مدار الحقيقي، واليوم يمكن هو يغطي يعني نشرات الأخبار ويغطي تغطيات إعلامية. الكثير من الوكالات والشركات العالمية تأتينا بشكل يومي للمشاركة أو إبداء الرغبة بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع العملاق أو مشروع الحلم العراقي. هذا الطريق سيكون نقلة نوعية، حتى سؤالك السابق حول الاستقرار السياسي في المنطقة، سيكون هذا المشروع واحد من عوامل الاستقرار السياسي لدول المنطقة، لأن الجميع سيستفيد من هذا المشروع، ليس العراق فقط وإنما جميع دول الجوار والدول الجوار القريب والبعيد. وهذا ما يعزز يعني في ذات الآن من تحويل نقاط التهديد إلى نقاط أو فرص للنجاح. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يونس الكعبي، المدير العام للشركة العامة لسكك الحديد العراق، أثرت الحوار في هذا الملف ضيفا كريما في الاستوديو. وشكرا كثير لجنابك الدكتور أحمد الشبيبي الباحث والأكاديمي، انضمت معنا عبر سكاي من بغداد، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئة تعالى، في أمان الله.